تمام كده. شايفينها؟ يا دكتور. رائع جدا. في البداية برحب بيكم طبعا في مقرر داتا ستراكشر، وفي الحقيقة المقرر ده يعتبر مهم جدا للطلبة اللي هدفهم ان هو يبقى بروفيشنال بروجرامر، لان في الحقيقة عندنا عاملين او بندين او حاجتين عشان تبقى بروفيشنال بروجرامر لازم تهتم بيهم. واحد الماثيماتيكس، اتنين الالجوريزمز. طب ايه علاقة الداتا ستراكشرز بالالجوريزمز؟ الداتا ستراكشر بعض الجامعات المحترمة بتدرس الالجوريزمز على ان هو داتا ستراكشرز، وبتدرس الداتا ستراكشرز على ان هي الجوريزمز، يعني علاقة وطيدة جدا لدرجة ان بعض الجامعات بتعتبرهم كورس واحد، ولكن يا في دكتور، بعض الجامعات. نعم حبيبي. هو في فرق يعني حقيقي ما بين الاثنين يعني؟ بالتأكيد في فرق ما بين الاثنين، ولكن عشان علاقتهم الوطيدة ببعضهم فبعض الجامعات اللي هي مش متعمقة أو مش متخصصة أوي بتعتبرهم كورس واحد، ولكن الجامعات اللي هي متخصصة في موضوع الالجوريزمز والكمبيوتر ساينس والأمور دي بتفصلهم على أساس الطالب يستطيع إن هو ياخد كفايته من عدد ساعات التدريسية في الالجوريزمز والداتا ستراكشرز. تعال نشوف دلوقتي هنعرف ايه الفرق برضو ما بين الداتا ستراكشرز وال نعم اتفضل. معلش، هو يعني هنستخدمها في ايه المادة دي حضرتك؟ معلش يعني هنستخدمها في ايه في البرمجة عامة؟ هنستخدمها في language ولا هنستخدمها في انا هجاوب على سؤالك، ولكن هستأذنكم جميعا اللي يبقى عنده سؤال يحاول يأجله كده مثلا فاصل من المحاضرة، يعني كل ربع ساعة كده ان نتلقى الأسئلة على أساس نستطيع ان احنا نكمل المحاضرة ونوصل المفاهيم. ان حضرتك بتقول ان الداتا ستراكشرز دلوقتي بنستخدمها في ايه؟ الداتا ستراكشرز الهدف او المين جول الخاص بيها ان هي بتعمل امبروفمنت للبرفورمانس اوف الجوريزمز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتحسن اداء خوارزميات معينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خوارزميات بتحل مشاكل معينه السي بي يو تايم بتاعها، مثلا على سبيل المثال 50 سكند مثلا، فتيجي تستخدم الداتا ستراكشرز وتجعل بعد ما تستخدم الداتا ستراكشرز في الالجوريزم ده وتحسن اداؤه بيصل مثلا السي بي يو تايم بتاعك الى 20 سكند. دي المين جول بتاع الداتا ستراكشرز. اوكي، يبقى انت تستخدمها عشان تحسن اداء الخوارزميات معينه في حل مسائل معينه. اوكي، تعال نشوف هناخد مقدمه طبعا طالما لهم علاقه وثيقه الداتا ستراكشرز والالجوريزمز يبقى لازم ناخد انتروداكشن تو الجوريزم. اول محاضره هناخد مقدمه في الخوارزميات سريعه، مش الخوارزميات البسيطه، لا هندخل برضو بعمق شويه في الخوارزميات بحيث ان انت تكون واقف على ارض صلبه. اوكي، معاك طبعا السيد بدر والسيد المساعد في المعهد منتدى الانتداب الكلي من جامعه بنها كليه الحاسبات والمعلومات، وان شاء الله الكورس ده وانت تستمتعوا بيه ان شاء الله. يعني ايه الجوريزم؟ ببساطه شديده طبعا في تعريفات كتير جدا للالجوريزم. بقول لك هنا السلايد بتقول an algorithm is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem for obtaining a required output for an logical. سيبك من الكلمة دي أنا عشان ما تتضايقش منها. logical input، يعني إيه logical input؟
legitimate يعني منطقي، يعني input منطقي، تاخد بالك in a finite amount of a. يعني ايه التعريف؟ بيقول ايه ببساطة؟ بيقول لك ان الخوارزمية عبارة عن متسلسلة من التعليمات الواضحة، ambiguous يعني غامض، unambiguous يعني واضح غير غامض يعني. يبقى هي خوارزمية، الخوارزمية عبارة عن متسلسلة من التعليمات لحل مسألة ما. طيب الغرض ايه؟ ان انت بتحصل على output من خلال ان انت بتعطي input للايه؟ للخوارزمية. طبعا مش بتقعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا سنة عشان يطلع لك الريزلتس، لا ده بقول لك in a finite amount of a في كمية معقولة من الايه؟ من الوقت. طبعا زي ما قلنا ان في تعريفات كتيرة للالجوريزم. بعض الناس يقول لك تعريف اخر هو input واوتبوت وبينهم بروسيسنج ايه بتحصل، بينهم بروسيسنج ايه بتحصل. على سبيل المثال 1 زائد 2 بيساوي 3، مين هو الانبوت؟ الواحد والاثنين. طب مين هو الاوتبوت؟ الثلاثه. مين هي البروسيسنج اللي حصلت في النص؟ ها اللي هي الاديشن، اللي هي عمليه الجمع. يبقى ان الجوريزم از ان ويل ديفايند كومبيوتيشنال بروسيدور that takes some value. نعم ممكن حضرتك تسجل؟ اوكي لو عندك امكانية التسجيل انت الاخر سجل مفيش مشكلة. اوكي اعتقد انا عامل اوبشن ان هو يسجل ديفولت يعني. هي بتتسجل اوريدي يا دكتور. اوكي طب هي تتسجل وتظهر لنا يعني الشرح يعني حضرتك للمراجعة ولا؟ هتظهر في الشات هنا بعد المحاضرة تخلص. بعد ما بتخلص زميلك بيقول لك ايه بعد ما بتخلص تظهر في الشات ان هي متسجلة فممكن تعملها داونلود. اوكي؟ ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. يلا. بنقول التعريف الآخر an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values. يعني ممكن تأخذ بعض القيم أو ممكن قيمة واحدة أو قيمة ما أو ممكن يأخذ مجموعة من القيم عبارة عن as input عبارة عن مدخلات and produces some value ان هي بتطلع الانبوت دي كايه كمخرجات كاوت ايه بوت. قال لك ان الالجوريزم از ذس ا سيكونس اوف كومبيوتيشنال ستيبس ذات ترانسفورم ذا انبوت تو ذا اوت بوت او اند تمشي سيان الاثنين. فخلاصه الايه تعريف الخوارزميات ان هي عباره عن مجموعه من متسلسله من الخطوات لحل مساله ايه ما في وقت من الزمن مع أو في وقت معقول من الزمن. طبعا مرتبط جدا بالالجوريزمز اللي هي الفلوت شارت، والفلوت شارت هي عبارة عن مجموعة من الستاندرد شيبس، كل شيب له وظيفة معينة. طبعا الكلام ده في الانترودكشن أخدته في مقدمة حاسبات، ولكن ما فيش مانع إن احنا نذكر حاجة زي كده ونضيف معلومة أن فائدة الفلوت شارت لا فائدة عظيمة جدا إن هي بتكون دليل للبروجرامر للوصول إلى أخطاء موجودة في الإيه في البرنامج. لما تيجي الكود بتاعك تنفذه وتلاقي فيه خطأ والكود بتاعك بيتكون من 1000 لاين، طيب هتروح فين وتيجي منين؟ مش معقول هتنزل في المعمعة دي في الألف لاينز وتقعد تدور فين هو الايه الخطأ، بيبقى صعب جدا. أما ما يكون عندك فلوت شارت معمولة باحترافية تستطيع إن أنت تحط إيدك على طول مباشرة على فين؟ على الخطأ، ومن ثم بتروح على السبروتينز اللي أنت عاملها في الكود مباشرة بدل ما بتدور في 1000 سطر، لا تدور لك في مثلا 10 20 سطر تقدر تحصل على الخطأ بسهولة جدا. كتابة الخوارزميات يا شباب لها أسلوب ممتع. يعني إيه الأسلوب الممتع؟ زي ما أنت شايف كده، يجي يقول لك اكتب خوارزمية بتقوم بكيت وكيت وكيت،
هنا مثلا اقول لك اكتب خوارزميه تقوم بحساب مساحه الدائره ونحطها ببساطه خالص شديده الالجوريزم وتكتب عنوان او وظيفه الخوارزميه دي يعني. وبعد كده مباشره تشيل سطر هون جميل تيجي تقول له انبوت واوتبوت مين هي الانبوت عندك الار اللي هو الريدياس اللي هو نصف قطر الدائره وايه هو الاوتبوت اللي انت عايزه لا اما الاريا تكتبها اريا او اي و اللي هو محيط الدائره لا اما تكتبه ايه سي او تكتبه كم او تكتب باختصار سي. بعد كده على طول عندك ستارت او بيجين واند بيجين واند او ستارت بس هنا ملحوظه في الحقيقه الجمل الموجوده ما بين الستارت والاند خليها تاخد ايه تاب كده تدخلها جوه مسافه هيبقى منظرها جميل جدا ويبقى الخوارزميه اللي ساعتك كتبتها بتحس ان هي ممتعه ولها ومفهومه ولها شكل جميل. بيقابلها مباشره هنا الستاندرد شيبس اهيا وترجم هنا الايه الخوارزميه. في الحقيقه انا مش بقى حاطط لك هنا الخوارزميه عشان اقول لك ازاي تكتب خوارزميه تقوم بحساب مساحه دايره ولكن انا بعلمك هنا ازاي تكتب شكل الالجوريزم ازاي تكتب شكل الايه الالجوريزم اوكي. وبعد كده ادى علاقه الايه الفلوت شارت بالايه بالخوارزميه. تعالى هنا في مصطلحين مهمين جدا في الترمينولوجي للخوارزميات اللي هو الكاونتر والماني بوكس. ايه هو الكاونتر دوان؟ الكاونتر دوان عداد عداد بيعد عداد وبيعد يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي يقول لك مثلا ايه اطبع الاعداد الزوجيه ما بين 1 و 10 فتعمل كاونتر بياخد انيشال فاليو 0 او 1 سيان حسب ما انت عايز او حسب وضع الكاونتر هو محطوط فين يقول لك اطبع الاعداد الزوجيه ما بين 1 و 10 وشوفهم لي كام ايه كام عدد يبقى هم 2 و 4 و 6 و 8 و 10 يعني ما بينهم اقل من او يساوي يبقى 10 انا عندي 5 اعداد زوجيه وباقي كل ما اطبع الاثنين احط للكاونتر كام؟ 1 يبقى يعني هنا مثلا لو افترضنا ان الكاونتر هنا قيمه الانيشال فاليو بتاعته بزيرو ودون الاكس واكس زائد اي 1 او ممكن نقول الكاونتر يساوي كاونتر زائد 1 او هنا لو اعتبرت ان انت عندك الاكس دون الكاونتر اوكي حط هنا بقى الايه شيل الاكس دي انا احط الكاونتر يا شباب او شيل الكاونتر ده وانا احط الايه الاكس مكانها ويقعد يعد لك الايه الاعداد المطبوعه من 1 الى 10 من 1 الى 10 سهل انما طب لو قال لك اطبع لي الاعداد الزوجيه من 1 الى 1000 وشوف الاعداد الزوجيه ما بينهم قد ايه كم عدد وكل ما اطبع لي عدد زوجي يختبر الاول ما اذا كان زوجي او فردي طبعا زوجي يعني بيقبل الاسم على اثنين بدون باقي يعني المود الاكس مود 2 بيساوي 0 سهله دي يعني مش صعب فيختبرها الاول وبعد كده يضيف على الكاونتر ايه 1 وفي الاخر خالص بيعمل اكيوميليشن تراكم طبعا عدد 2 و3 و4 لغايه ما يعد لي الايه ما يعد لي جميع الاعداد الزوجيه ما بين 1 وايه و1000 دي فائده الايه الكاونتر استخدمه في الايه في لغات البرمجه او في التكوين عموما. عندك مثال هنا برضو بيوضح لك مفهوم الكاونتر بيقول لك هنا print your name age qualifier 10 مرات اطبعهم 10 مرات حط هنا الاكس بكام؟ 1 وقال لك print اطبع لي الثلاثه دول اوكي وهيزود الايه الاكس بمقدار كام؟ 1 ويقعد يعد لغايه ما يوصل لل 10 ويقول لك هنا اف الاكس اكبر من او يساوي ال 10 خلاص يبقى ستوب. دي معنى برضو او فائده الكاونتر تستخدم الكاونتر لعمل بعض العمليات اكثر من ايه مره او عدد معين من الايه من المرات. تيجي هنا في الماني بوكس الماني بوكس اللي هي الحصاله
الماني بوكس اللي هي الحصالة. والدك جاب لك حصالة ممكن يعطيها لك فاضية وممكن يعطيها لك فيها initial value، يعني يعطيها لك ويحط لك فيها مثلا 100 جنيه، يبقى ال 100 جنيه دي يعني اللي هي الايه الـ initial value. ودي هنفتح الحصالة بتاعتنا بعد 10 ايام فور الاي من الواحد لغاية الايه العشرة، ونشوف الكاونتر ده اصبح فيه كام. طبعا والدك ادالك الايه حصلك فيها عليك وحط لك فيها زيرو جنيه، ولكن ممكن يحط لك لو اعتبرت دي يعني خمسة بالعربي بحط لك خمسة جنيه اهو ما تقلقش، يبقى خمسة زائد واحد كانيشال ايه فاليو. وكل يوم انت بتحط جنيه بقى، مثلا بتحط جنيه يبقى بتشوف الكاونتر زائد الايه زائد القيمه المضافه يوميا منك، ويبقى دي قيمه الايه قيمه الحصاله اللي هي الماني بوكس. هنا بقول لك كومبيوت ذا سام اوف ذا نمبرز فروم 1 تو 10، هات لي كده مجموع الاعداد من 1 لايه ل 10، يبقى 10 و9 19 10 و9 و8 27 فوق بقى تعد كده لغايه انت نازل او انت طالع سيئه. حط الاكس هنا بكام بمقدار واحد، والاس اللي هي الحصاله اللي هو هيجمع فيها المجموع الصم بتساوي زيرو، وقاعد يعمل ايه كومبيوت للاس بلس ايه الاكس. بعد كده انكريز الاكس بمقدار كام واحد، وبي هنا بيقول لك ايه في الاكس اقل من او يساوي 10 قرر، انما لو لا جوتو ايه 6 اللي هي ايه انت جوتو 6 اللي هي المفترض يعني ايه 6 مش واحد. اوكي فواضح من هنا مفهوم الماني بوكس ايضا ان هو بيعمل صم، او فكرته ان هو بيجمع لي مجموع معين من النمبرز مجموع معين من اشياء مختلفه. اوكي واضح المفهومين؟ بعد المفهومين دولت في الحقيقة عندي مفهومين آخر أو سؤال مهم جدا جدا جدا، ناس بتتخرج من علوم الحاسب مش في المعهد بس لا وفي جامعات أخرى، يجي وتيجي تسأله تقول له يعني إيه بولونوميال تايم ألجوريزم أو إكسبوننشال تايم ألجوريزم يعني إيه، وتلاقيه يعني طبعا بيجيب حتة من الشرق وحتة من الغرب. Compare between polynomial time algorithm and exponential time algorithm. قارن بين خوارزمية كثيرة الحدود في الزمن وخوارزمية الخوارزمية البسيطة في الزمن. في الحقيقة عشان تعرف الفرق ما بينهم أعطيتك المثال ده، إيمان وإسلام إيمان وإسلام إيمان راحت لوالدتها قالت لها يا ماما أنا عايزة أشتري كل يوم أو كل شهر 10 دي في دي أو 10 سي دي، لمين يا بنتي؟ قالت لها لعمرو دياب. أوكي أنا موافقة ما فيش مشكلة تفضلي. أعطتها الإيه فلوس فراحت اشترت كل شهر 10 سي دي. الشهر الأولاني اشتريت 10، الشهر الثاني بقى 20، الشهر الثالث 30، 40، 50، 60. اوكي؟ فدي المجموعة اللي معاها. إسلام أخوها درس خوارزميات ولا كان دماغه شغالة. لا ماما إيمان دي طماعة بتشتري 10 سي دي كل شهر. لا أنا هشتري عاوز نفس القصة زيها عشان يبقى في عقل، ولكن أنا هشتري 2 سي دي كل شهر بس. قالت له حبيب قلبي ده انت كده يعني عداك العيب. لا بس ماما انا يعني كل شهر اشتري 2 سي دي بس بشرط حبيب ضعف اللي معايا كل شهر. قالت له ماله، ما هي ما درستش خوارزميات. قالت له ماله كتر خيرك وانت كده يبقى ايه ممتاز، يعني كل في ذهنها يعني كل شهر 12 سي دي مش مشكله. فجت إيمان اشترت هي وصلت للشهر السادس إن هي عندها 60 سي دي. أما إسلام قعد الشهر الأولاني جاب كام؟
2 بسيطة. الاثنين بقى فيها كم؟ 4. الشهر الثاني كم؟ 4. اوكي. وهنا 8 16 32 64 صح؟ 64. لو افترضنا ان دون المجموع عموما، المجموع مجموع اسلام اكبر من كده على فكره يا شباب، لان لو جمعنا ده لو جمعنا ده هتلاقيه كبير جدا. المهم خلينا نقول ان هو فهمهم كده ان في الشهر السادس ان ايمان اصبح مع 60 واسلام اصبح مع 64. تخيل كده في الشهر السابع يكون عندها كم سيدي ايمان؟ 70 سيدي. اما اسلام يكون عنده ضعف ال 64 اللي هو 128، يبقى من 70 من 128 فرق كبير. وكل ما هتزود عدد شهور بعد كده كل ما الفرق بيكبر بطريقه غير معقوله خالص، كبيره جدا. فهنا لو جينا نمثل العلاقه ما بين عدد الاشهر والسيديهات اللي مع ايمان، هتلاقي 60 سيديه يعني 6 اشهر. اما اسلام لو جينا نمثل العلاقه بتاعته هنلاقيه عنده 64 في الشهر السادس. ولكن الكيرف ده بيمثل لي اكسبوننشال فانكشن، اما الكيرف ده بيمثل لي بولينوميال فانكشن ولينير كمان. انا خطي اوكي. ف مين اللي هيبقى عنده سيديهات اكثر؟ طبعا اسلام بعد كده، ولكن ايمان برضه ملحوظ ان ايمان لغايه مثلا الشهر السادس او قبل كده كان هي اللي متفوقه على اسلام. ولكن عند نقطه معينه عند ان نود مثلا بعدها اسلام هيكون ايه؟ متفوق دائما وايه؟ وابدا. حلو قوي الكلام ده. احنا هنا ما عرفناش يعني ايه بولينوميال تايم الجوريزم. بولينوميال تايم الجوريزم يعني هي الخوارزميه اللي عدد خطواتها استطيع اصيغها على هيئه بولينوميال فانكشن. طب يعني ايه بولينوميال فانكشن؟ بولينوميال فانكشن زي ان سكوير، ان كيوب، وهكذا. اوكي. اما الاكسبوننشال تايم الجوريزم هي الخوارزميه اللي عدد خطواتها استطيع اعبر عنها ب اكسبوننشال فانكشن. هو في فرق ما بين اكسبوننشال فانكشن واكسبوننشال تايم الجوريزم؟ طبعا الفانكشن فانكشن علاقه ما بين اكس وواي. يعني مثلا على سبيل المثال هنا البيانات بتاع اسلام استطيع اعبر عنها هنا كده 2 2 4 8، يبقى هنا 2 باور ان، حيث الان اللي هي عدد الاشهر. 2 اس 1 بكام؟ ب 2. 2 اس 2 بكام؟ ب 4. 2 اس 3 بكام؟ ب 8. 2 اس 4 بكام؟ ب 16. يبقى اقدر اعبر عنها 2 باور ان اللي هي اكسبوننشال فانكشن. اما 10 20 30 40 50 60 اعبر عنها ب بولينوميال فانكشن اللي هي 10 ان، حيث الان هي عدد الشهور. 10 في 1 ب 10، 10 في 2 ب 20، 10 في 3 ب 30، وهكذا. اوكي. يبقى احنا عرفنا الفرق ما بين البولينوميال تايم الجوريزم والاكسبوننشال تايم الجوريزم. يتبقى لنا سؤال بيقول ايه السؤال؟ مين افضل في الخوارزميات؟ هل البولينوميال تايم الجوريزم ام الاكسبوننشال تايم الجوريزم؟ مين افضل؟ ها مين؟ اكسبوننشال. في ناس قالوا اكسبوننشال، في ناس قالوا بولينوميال. طيب خلينا نتفق الاول، نقول ان الافضل في الالجوريزمس هي الخوارزميه اللي بتحتوي على عدد خطوات اقل. اوكي. على عدد خطوات اقل. مين هنا بيحتوي على عدد خطوات اقل؟ ايمان ولا اسلام؟ لا ايمان.
إيمان هي اللي بتحتوي على عدد خطوات أقل، يبقى من هي إيمان اللي هي 10 إن اللي هي البولونوميال تايم ألجوريزم. أما الإكسبونينشال تايم ألجوريزم بيحتوي على عدد خطوات كبيرة. طبعا في المثال ده هتقول لي الله ما هو إسلام معاه عدد سيدهات كتير. أيوة صح، من وجهة نظر السيدهات وإن هو يستحوذ على السيدهات معاه هو اللي هو اللي معاه الأخطر. فإذا اعتبرنا السيدهات دي خطوات خوارزمية ما، فيبقى هو معاه عدد خطوات كبير كتير، يبقى هو exponential إيه؟ ثم إن أنا عبرت عنه exponential function، فهو exponential time algorithm يعني أسوأ من البولونوميال time algorithm، لأن كل ما كان الخوارزمية بتحتوي على عدد أقل في الخطوات لحل المسألة فبتاخد CPU time أقل، فعشان كده بتبقى إيه؟ أفضل. يبقى أنا هنا الكمبير بين polynomial time algorithm والexponential time algorithm، يبقى ساعدتك تكتب لي المثال دوًا وتوضح لي كل الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه. أوكي؟ طيب إيه الالجوريزمس as technology؟ خوارزميات كتكنولوجي، هل استطيع ان انا استفيد من الخوارزميات في تسريع الجهاز بتاعي، في تسريع او تقليل زمن تنفيذ البرامج؟ استطيع. تعال كده نشوف المثال ده. افترض سعادتك عندك array من 1 إلى 1,000,000، حجمه 1,000,000 عدد في array، وعندي خوارزميتين، خوارزمية A وخوارزمية B. الخوارزمية A دي هعمل sorting للarray ده، وهستخدم فيها خوارزمية اسمها insertion sort، بحيث تكون عدد خطواتها بالشكل ده C1 N squared. اوكي، معروفه طبعا ان الكومبلكسيتي اوف انسرشن سور ايكوال C1 ان سكوير، وبنفذ الخوارزميه دي على سوبر كمبيوتر. على سوبر كمبيوتر يعني بينفذ 10 باور 8 ستيتمنت بير سكند، يعني بينفذ لي 10 اس 8 من التعليمات في الثانية الواحدة. يعني ايه تعليمات؟ يعني 1 + 2 = 3، دي تعليمة بينفذ زيهم بقى 10 أس 8. 10 أس ايه؟ أس 8 يعني 100,000,000، صح كده؟ 100,000,000، 100,000,000 تعليمة في الثانية الواحدة. ومش بس كده، ده اللي عمله كمان اللي عمل الالجوريزم ده ولد بروفيشنال بروجرامر، يعني ما سابش حته الا ما ظبطها. تعال نحسب كده هياخد قد ايه كزمن. دي 10 اس 6 لا خليها 10 اس 8 كمان. اوكي، لو 10 اس 8 هنا يعني هنا هتبقى 10 اس 8 16 9 تشيل من 16 9 يبقى كام يا شباب؟ 7 يعني 2، يعني يعمل لك ايه؟ قصة ايه كبيرة ايه جدا. تعال اقول ان هنا بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في 2000 سكند. 2000 ايه؟ سكند. اوكي، تعال الخوارزمية الثانية الميرج سورت، هستخدم فيها خوارزمية اسمها الميرج سورت، هعمل سورتنج ده باستخدام الميرج سورت. الميرج سورت دي الكومبلكسيتي بتاعته C2N log N، أعتقد كان له علاقة بخوارزميات قبل كده، أو هنشوف بعد كده الموضوع ده في الخوارزميات وإزاي بتحسب الكومبلكسيتي اللي هي إيه كومبلكسيتي اللي هي عدد خطوات الخوارزمية. والبي سي بينفذ لي بس 10 باور 6، وعندي باد بروجرامر هو اللي عمل لي البرنامج ده،
وحسب لي هنا زمن التنفيذ 100 سكند. يا سلام. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده لما يكون عندي خوارزمية efficient algorithm اللي هي بالشكل دي دي بعرفها ان هي efficient ازاي؟ ان عدد خطواتها هنا اقل من عدد خطواتها هنا. مش بس كده، ده كمان على البي سي بطيء، انما دي سوبر كمبيوتر وده باك بروجرامر وده جود بروجرامر، ومع ذلك طلع لي 100 سكند. ليه؟ لان انا عندي هنا الخوارزميه الافيشنت الجوريزم، يعني خوارزميه ذات كفاءه عدد خطواتها قللته، فممكن اسرع الهاردوير باستخدام الخوارزميات. يعني اسرع كمان من السوبر كمبيوتر، اسرع من الايه؟ من السوبر كمبيوتر. دي مفهوم الالجوريزمز اس تكنولوجي. ولو زودت عدد الاري او السايز بتاع الاري من مليون الى اكتر من كده، اعتقد التسريع هيبقى اكتر من كده. قال لك كمبيوتر فيرانس 120 مره فاستر ذان، اكثر يعني اسرع من كمبيوتر ايه ب 20 مره. ولو زودنا الاري 10 اس 7 هيبقى دون هينفذ لي السورتنج بتاعه اللي هو الاي دون في يومين تقريبا و3 من 10، اما دون هينفذه لي في تلت ساعه 20 20 اوكي. فهنا طبعا جزئيه، وبنأكد ان انت لما تستخدم داتا ستراكشرز وتسرع بيها الالجوريزمز اعتقد بتبقى افضليه كبيره جدا 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 جدا، يمكن افضل كمان من الايه؟ من الهاردوير. انت راجل معاك جهاز مش بتكنولوجيا عالية، لا ده كان بنتيوم واللي هو القديم ده، ولكن انت يعني بتستخدم دايما وابدا عليه efficient algorithms، يبقى انت كده بتحسن من اداء الايه؟ الماشين بتاعتك، بدل ما تشتري ماشين احدث وتدفع فيها ايه اكثر اذا كنت بتستخدم برمجة بس. اوكي، ايه هي العوامل اللي بتتوقف عليها ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها مقارنة او تفضيل بين الخوارزميات المختلفة؟ اول حاجة الكوريكت الجوريزمز، الخوارزميات المختلفة لازم تكون صحيحة. يعني ايه صحيحة؟ يعني بتطلع النواتج صحيحة، يعني واحد زائد اتنين مش بتساوي اربعة، يبقى ده خوارزمية خطأ. انما 1 زائد 2 بتساوي 3 في كل الخوارزميات، اوكي اقدر اقارن بقى. اقارن بايه؟ بحاجتين مهمين جدا، السي بي يو تايم والميموري سايز. يعني ايه السي بي يو تايم؟ خوارزميه اللي بتتنفذ في زمن اقل من الثانيه هي الافضل. طبعا مع وجود حل صحيح. الثانيه الخوارزميه اللي بتحتاج مساحه اقل في ذاكره البي سي افضل من الخوارزميه اللي بتحتاج ذاكره اكبر، يعني اللي سيفنج ريديوسنج للذاكره للميموري بالمنطق يعني. طب هل في هناك عوامل اخرى؟ طبعا في عوامل اخرى، بساطه كتابه الخوارزميه، ان الخوارزميه المكتوبه مفهومه، حاجات كتير بقى شكلها جميل مش عارف، انما ده كده كله فاكتورز ملوش ايه تاثير الا الاثنين اللي احنا اتكلمنا او الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم دولت، هم اهم ايه؟ اهم فاكتورز في ايه؟ في المقارنه ما بين الخوارزمي. هسيبك 5 دقائق 10 دقائق تشوف الاكسرسايز ده بيقول ايه، وهل تستطيع ان انت تحله؟ هل تستطيع ان انت تحط ايدك فيه؟ حاول كده بقدر المستطاع. هنبدأ الخمس دقائق أو قول 7 دقائق من دلوقتي. تفضل لو حد عنده استفسار برضو ما فيش مانع إنه يسأل.
لو سمحت يا دكتور. ايوه هو انا كدفعه 19 ما خدناش سي بلس بلس، خدنا جافا وبايثون، لكن سي بلس بلس ما اشتغلناش بيها قبل كده خالص. المشكله هو كنا في السيكشن ف الباشمهندسه قالت لنا يعني ان حضرتك هتكمل سي بلس بلس، فقالت لو نسال ماشي يعني ماشي. ايه المشكله في ان ايه علاقه السي بلس بلس دلوقتي احنا بنتكلم على خوارزميات؟ هو مكتوب بايه دلوقتي؟ هو دلوقتي مطلوب ان احنا نعدل على الكود، والكود ده تقريبا كده سي بلس بلس. هو دي الكود؟ طب ما هو لو كود ده تاخد تنفيذ صح ولا يعني انا غلطان؟ احنا كده مش هنعرف نعدل عليه عشان احنا مش فاهمين اصلا. ماشي اصبر بس عليه دون. اولا مش كود تمام اوكي، دون خوارزمي عشان كده بنقول على ايه سيدو كود. يعني ايه سيدو كود؟ يعني اسمه الكود الايه الزائف، الشكل شكل كود، ولكن لو خدته ونفذته على اي لغه مش هيتنفذ، لانه مش مكتوب بلغه معينه، لانه مش مكتوب بلغه معينه. يعني احنا دكتور هنشتغل في الالجوريزم بالسودو كود ده ولا ايه؟ انا ما قلتلكش. لا 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 لا، يعني عاوزين نفهم الاول ان في فرق ما بين لغه البرمجه وفي فرق ما بين الالجوريزم. عشان اكتب كود باي لغه، سواء كان بالسي سي بلس بلس جافا سي شارب او اي لغه، يبقى لازما اعمل له الالجوريزم الاول. الالجوريزم ده بيتعمل بلغه؟ لا، ملوش علاقه باللغه اطلاقا، ملوش علاقه باللغه اطلاقا الالجوريزم. انما طب انا بكتبه ازاي الالجوريزم؟ الالجوريزم بينكتب كتابه، يعني بينكتب، ممكن ينكتب كلام بس، انت فاهمني، بعض الاحيان ممكن ينكتب كلام. طب انا استخدمت نوتيشن شكلها 4 والاي بنعين فيها 0 من 0 ل n minus 1، دي دون بالله عليك شكل الفور في السي؟ ابدا، ولا في السي بلس بلس ولا في الماتلاب ولا في البايثون. وهو في لغه بتستخدم الاسهم لما بيساوي او اقل من او بيساوي كده، فمعنى كده ان دون عمره ما يكون ايه كود اطلاقا. دون الشكل شكل ايه كود، ولكن لما اجي اكوده بقى بشوف لغه انا اشتغلتها وبكود بيه. انا ما طلبتش ان انت تكود، انا طلبت هنا في الاكسرسايز دون ان انت تكود. لا، ده انا بقول consider the following algorithm for finding the distance between the two closest elements in an array of numbers. يعني عندي array وعاوز اجيب المسافات، يعني اري مثلا بيحتوي على 1 و2 و3 و5 4 و7، يبقى الفرق ما بين 4 و7 الخانتين دول كام؟ 3، هي دي الديستانس. عاوز اجيب بقى الايه جميع الديستانس بتوين كل عددين متجاورين، عشان كده بقول لك كلوزست يعني قريبين من بعض متجاورين. اوكي، اجيبها ازاي دي؟ يعني قال لك هيجيب اقل مينيمم ايه ديستانس. هنا هو عاوز المينيمم ديستانس. اوكي، هحسب الاول الديستانس كلها واجيب الايه المينيمم بتاعها. هنا كده حط الايه الدي مينيمم بتساوي انفينيتي، عدد كبير جدا، والدي دي مينيمم هيحطها كلها في المين دياجونال. عارف المين دياجونال اللي هو القطر الرئيسي المصفوفه الايه ما، مش عارف انا هنا عملتها ولا ما عملتهاش. لا اوكي، اعتقد حله هنا بعد كده دكتور. معلش لا ما حلتوش انا هنا، هيتحل في السكشن. اوكي، خلينا بس ان اكمل بعد اذنكم الفكره. طب دكتور معلش ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. هي الماده بتاعتنا دكتور اللي هي هياكل بيانات كلها الجوريزمز ولا ايه؟ كلها الجوريزمز؟ وبرضه تكويد؟ لا، هي فيها تكويد، هنستخدم غالبا السي بلس بلس سي او سي بلس بلس، لان الجافا مستخدمه الداتا ستراكشر جواها، يعني مستخدمه الداتا ستراكشر جواها، فمش هنقدر نشوف ميزات الداتا ستراكشر في الجافا. انا عارف ان انتوا درستوا جافا
مقدمه في الجافا، ومن مصلحتكم ان احنا ندرسها، بس لو درسنا داتا ستراكشر في الجافا مش هتفهم افضليه او اهميه الداتا ستراكشرز. فعشان كده لا اما هندرسها بالسي او السي بلس بلس حسب المعيدين ما يقرروا في السكشن معاكم، بس هنوحد اللغه سي كله سي، السي بلس بلس يبقى كله اي سي بلس بلس. وانت اتعلمت لغه سهل جدا ان انت تتعلم ايه اي لغه ايه. المعيدين ان شاء الله يفيدوكم في الايه في السكشن في تعلم هذه اللغه ان شاء الله. ماشي؟ ها في سؤال ثاني؟ طيب ما في حد جاوب عليا وقال لي هنعمل ايه، ولا ايه الامبروفمنت اللي ممكن نحسنه في الخوارزميه دي، وهل ممكن نحسن في الخوارزميه دي بحيث ان احنا نعمل ريدوسنج لعدد خطواتها، نقلل عدد الخطوات؟ هي دي الفكره. دكتور انا فاهم الكود يعني الالجوريثم، بس مش عارف اشرحه لنا كده طالما انت فاهم. طيب تمام. اولا هو في عباره عن تو لوبس جوه بعض. اول لوب بيعدي على الري كله، تاني لوب بيعدي على بنسميها يعني اول لوب بيعدي على الاوتر الري، تاني لوب بيعدي على الانر الري بحيث ان هو يعدي على الري مرتين، مره فور اي ومره فور جي، عشان احنا بنجيب minimum distance between two numbers. ممتاز. انا الطريقة اللي كنت بعملها بيها قبل كده ان مثلا لو انا عندي two numbers دول x و y for example، بقول مثلا لو i بيساوي x و j بيساوي y او العكس، بحسب ال minimum distance ما بينهم اللي هم الماينس اللي هم ال a i minus ال a j. رائع. بس بعد كده بعمل ريتيرن لل طيب ايه اخبار المين دياجونال هنا ايه؟ انا بصراحه ما اعرفش ايه مين دياجونال. المين دياجونال اللي هو مش انت هنا المفترض طالما انت عندك اثنين لوب او هنا لوب عندك، يبقى انت بتتعامل مع اري ولا بتتعامل مع ماتريكس؟ هو في اللوبس عادي ساعات بنتعامل مع اريز مش شرط ماتريكس. اوكي ماشي. يعني انا هنا كده الاثنين فور دي تديني ماتريكس ولا تديني اري؟ انا عندي طبعا لما لا تديني اري لو هي فور لوب واحد، يبقى انا بمشي بجري الاي على الاي على الاري، انما اما اخد اري اما اخد اندكس اي واخد اندكس جي يبقى انا بتعامل مع ماتريكس. تمام صح ولا غلطان؟ لا لا تمام. ممتاز جدا ممتاز جدا. معنى كده لما يكون عندك ماتريكس معنى كده ان انت عندك من دياجونال القطر الرئيسي بتاعه. يعني ايه القطر الرئيسي؟ يعني واحد وواحد، اثنين واثنين، ثلاثه وثلاثه، اربعه واربعه، انت واخد بالك؟ يبقى دي من ايه؟ المين دياجونال. يبقى دي المسافه ما بين العنصر ونفسه. طب ما دايما وابدا المسافه ما بين العنصر ونفسه هتساوي كام؟ زيرو. 2 ناقص 2 بزيرو، فطبعا هيطلع لي دايما وابدا في المينيمم ديستانس هي بزيرو. لا انا عايز البروبر ديستانس، يعني عايز اقل مسافه خلاف الزيرو. فعشان كده هاجي هنا كده واحط كل قيم المين دياجونال بانفينيتي، قيمه كبيره جدا. يعني ايه قيمه كبيره جدا؟ يعني مثلا شوف الجهاز بتاعك الماكسيمم فاليو او اللغه بتاعتك الماكسيمم فاليو بكام وحطها الماكس نمبر بتاعها. اوكي بحيث لما يكون اي ديستانس يكون اقل منه، واعمل ايه كومباريزون واطلع منها الايه المينيمم. اوكي ولكن هنا الفكره ان انا بشتغل على الماتريكس كلها. يعني ايه الماتريكس كلها؟ ان في ان بكام؟ ان سكوير. يعني انا لو عندي مثلا خمس عناصر يبقى انا بتعامل مع 25 عنصر صح؟ حين ان انا لو تعاملت مع الابر او اللور فوق القطر الرئيسي او تحت القطر الرئيسي هيديني نفس النتيجه برضه. ليه بقى؟ تعرف ليه؟ لان المسافه ما بين العنصر واحد واثنين هي نفسها المسافه ما بين اثنين وواحد
صح ولا ما صحش؟ بس كده. فانا هعمل هنا ريديوسنج لمين؟ للماتريكس دي، ان انا هتعامل مع نص الماتريكس فقط. يعني لو كان الكومبلكسيتي بتاعتها ان سكوير، يبقى الكومبلكسيتي الامبروفمنت اللي انا هعمله هيبقى ان سكوير على 2. لا هو في الحقيقه اقل من كده كمان، لان انا مش هتعامل مع المين دياجونال اللي هو عددهم ان، يعني هيبقى ان سكوير على 2 ناقص ايه؟ ناقص ان كمان. فاهمني؟ فهو ده امبروفمنت كويس استفدت منه. من ايه؟ من سيمتريه المصفوفه، من تماثل المصفوفه، ان الجزء اللي فوق المين دياجونال هو نفس الجزء اللي ايه اللي تحت المين ايه دياجونال. أني حتة في اللي مكتوبة بالضبط هنعملها improve؟ معلش دي اللي أنا عاوزك أنت بقى تعرفها، يعني فكر كده كده قدامك هيا، أدى الألجوريزم قدامك شغال من الآي لغاية الN minus 1، وأدى الجي من 0 إلى الN minus 1، عايز الجي دي اللي هي اللهم صل على النبي اللي هي الكولومز، مش دي الصفوف ودي يعني الكولومز بتاع المصفوفه. يبقى هغير هنا هو الزيرو ده 1، اقول ان جي من اي بلس 1، من اي بلس ايه 1 بس كده، خلص الكسر. يبقى ده 1 كود ممكن اكوده باي لغه انت تعرفها على فكره، يعني انا ما عنديش اشكاليه هنا، ولكن لما ندخل في الداتا ستراكشر هنثبت اللغه. تعال هنا في اي لغه تعرف تشتغل فيها، شغل الاي كود ده ان الجي من 0 لان ماينس 1، وكوده مره ب الجي من اي بلس 1 لغايه الان ماينس 1، واحسب السي بي يو تايم لكل كود، وشوف طبعا الناتج النهائي. هو الناتج النهائي هنا والسي بي يو تايم اخباره ايه مقارنه بالسي بي يو تايم في التو كود، هتلاقي اقل بالتاكيد. ماشي حد شوط تمام معاك. لو في استفسار انا هحل لكم الحاجات دي، وان شاء الله المعيدين في السكاشن هيحلها لكم، بس انا مش عاوز اعطيك حلول دلوقتي سواء كان بالماتلاب او جافا او سي، الا لما تشوف المعيدين ويوضحوا لكم الايه الكلام ده. ولو عندك اي مشكله انا ابعت لك الايه الكود تنفذه وتتعلم ازاي ايضا تعمل زيه. يعني المرحله مرحله تعليم مش مرحله اختبار. اوكي في الامتحان اختبرك، انما دلوقتي بعلمك، اعطيك كل حاجه واعلمك كل حاجه وبعد كده اختبرك اللي انت ايه اتعلمت او اللي احنا اعطيناه. اوكي يا شباب تعال نشوف موضوعين مهمين جدا. المحاضرة دي بتخلص الساعة كام يا شباب؟ واحد 11:30. 11:30. طيب قدامنا وقت طويل ما شاء الله، يا ربنا نبارك لك. عندنا تو مين ايشوز ريليتد تو الجوريزمز، عندنا موضوعين مهمين جدا مرتبطين بالخوارزميات. هو على ان هي مجموعات سورتنج انسيرشن ميرج سورت ديفايد اند كونكر بيستخدم كتكنيك، البابل سورت، الكويك سورت. الله، واحنا هنخليها سورتنج كلها ولا ايه؟ يعني هندرس الالجوريزم عباره عن سورتنج او سيرشنج بس كده مجموعه خوارزميات؟ لا طبعا، الخوارزميات بتدرس باتجاهين. الاتجاه الاول how to analyze algorithm efficiency، الثاني how to design algorithms. يعني الاول ان انا اعرف كفاءه الخوارزميه، عندي خوارزميه جاهزه، بفتح كتاب لقيت خوارزميه، بفتح كتاب لقيت خوارزميه، عاوز اعرف ما اذا كانت هذه الخوارزميه اوكي okay.
لحظة واحدة.
بعتذر يا شباب، معذرة. نستكمل. دكتور معلش بس عندي سؤال بسيط قبل ما حضرتك تكمل. هو دلوقتي في مادة عندنا تانية كانت في التسجيل اسمها مكرر اختياري، اللي هي مفروض ألجوريزم أصلا، اللي هي هي ألجوريزم صحيح. طب هل دي مالهاش علاقة بدي خالص صح؟ ممكن نقول الأولى هي الوحيدة المشتركة ما بين المادتين. أوكي أوكي يعني، ويمكن هنا بتكلم بأسلوب، هناك بتكلم بأسلوب إيه؟ ماشي. تعال نتكلم على two main issues related to algorithms. How to analyze algorithm efficiency، كيف ان انا احلل كفاءة الخوارزمية، كيف ان انا احلل كفاءة الخوارزمية، و how to design algorithm، كيف ان انا اصمم الخوارزمية. يعني ايه احلل كفاءة الخوارزمية؟ يعني اعرف عدد خطواته بس كده، مش عاوز كلام كتير، انا عاوز كلام بسيط معاني كتيرة، مش كلام كتير معاني بسيطة. خلاص، how to analyze algorithm efficiency، يعني اعرف عدد خطوات الخوارزمية. خلاص خلصنا منه. طب ازاي اعرف عدد خطوات الخوارزمية؟ قاعد ده، مش انت عندك كام لاين؟ 20 لاين، كل لاين بستيتمنت يبقى 20 خط مثلا، بدون الكومنتس والحاجات ما بتتحسبش. الله، طب في واحد يقول لي عملي بقى، افترض يا دكتور ان انا عندي 1000 2000 سطر، وانا هقعد بقى ان شاء الله قاعد؟ لا، ده كلامك مظبوط، ولكن هتاخد الكلام ده في الالجوريزمس، او المفترض تكون اخدته، ان الفرايه الواحده، الفور من الان الاي من واحد لغايه الان، بتحتوي على كام تعليمه؟ على ان من التعليمات، عدد خطواتها ان. طب اذا كان انر لوب 4 و4، هنشوف بعد كده الكلام ده، بتساوي ان سكوير. لو هو انر لوب، مش اتنين فرايه تحت بعض منفصلين، لو هو انر لوب يبقى ان سكوير. طب لو هو فورتين تحت بعض مش انر لوب، يبقى ان وان 2 ان. اوكي 2 ان. بعتذر للمرة الثانية يا شباب، في مشكلة بس في المعهد، نحلها وارجع لكم. اوكي،
بعتذر للمرة التانية يا شباب، كان في مشكلة في المعد بس الشباب داخلين من غير كمامات وكده، والحمد لله الأمور اتحلت. عندنا هنا قلنا الاناليسيس الجوريزم افشنسي هي كفاءه الايه الخوارزميه اعد عدد خطوات، وهنعرف بعد كده ازاي بحصل على الافشنسي اوف الجوريزم. الحاجه الثانيه هاو تو ديزاين الجوريزمز، ازاي ان انا اصمم خوارزميات. دي الابروتش الثاني في دراسه الخوارزميات، ان انا اصمم الخوارزميات بابروتشز. يعني ايه الابروتشز يا دكتور؟ يعني مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها التكنيك البروت فورس. ايه البروت فورس؟ القوه الغاشمه. في حاجه اسمها ديفايد اند ديفايدد اند كونكر. في حاجه اسمها اتريتيف تكنيك، في حاجه اسمها جريدي تكنيك، في حاجه اسمها برانش اند باوند تكنيك وهكذا. في حاجه اسمها دايناميك تكنيك، في يعني ابروتشز كتيره جدا. يعني ما اشوف خوارزميه او سوري ما ينطلب مني اصمم خوارزميه احدد الاول باي طريقه او باي تكنيك هقوم بتصميم هذه الخوارزميه، وبناء عليه ادرس التكنيك كويس وخطواته وابدا في تصميم الايه الخوارزميه عشان احاول اصمم ان افيشنت الجوريزم. طب التكنيك دي انا اتعلمها فين؟ المفترض تعلمها او اللي بيدرس الجوريزمس المفترض يقول هندرس بروت فورس ويجيب امثله على البروت فورس. امثله ايه؟ خوارزميات. طب هندرس الديفايد اند كونكور، هنجيب مثال الميرج سورت مثلا. مش هاجي ادرس بقى سورتنج وسيرشنج، لا 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 لا، ادرس الالجوريزمس از تكنيكس. اوكي؟ دي مهمة جدا جدا جدا. تعال نشوف الشريحة الثانية بتتكلم عن ايه؟ The worst average and best cases. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الـ worst case والـ average case والـ best case في الـ algorithms مهم جدا، وفي الـ data structure طبعا مهمة جدا جدا جدا. أنا هحسب عدد خطوات الخوارزمية في أي حالة من الحالات دي، يعني ايه worst case؟ ويعني ايه average case؟ ويعني ايه best case؟ هناخد مثال. We try to search about value x in the following array. عند array من واحد الى n في 100 او مليون items، وعندي عاوز ادور على القيمه 90 اللي هي x مثلا. القيمه x عاوز ادور عليه، مش محتمل ان انا الاقي الاكس في اول خانه؟ محتمل ان انا الاقيها في اخر خانه. محتمل ان انا الاقيها في المنتصف او قبل المنتصف، يعني في متوسط المنتصف كده. في اي خانه من الخانات دي يعني. الحاله ان انا اللي بدور عليه بعمل له سيرشنج لقيته في اول خانه، يبقى انا عملت كام خطوه في الخوارزميه؟ خطوه واحده بس، وقمت طالع من الالجوريزم خلاص، او من الكود او من الفرايد. يبقى هنا كده في البيست كيس ادتني كام خطوه او عدد خطوات الخوارزميه كام؟ واحد، لانها كانت الاكس اللي ببحث عنها موجوده في اول خانه. والحمد لله لقيناها. الورست كيس تبقى انيل بقى، ان انا الاكس الاقيها في اخر خانه، لان انت عارف لما بتيجي تعمل سيرش او سيريال سيرش او سيكوانشال سيرش بتدخل خانه خانه، على ما توصل هنا بيبقى انت اخدت ان من الخطوات. طب امتى باخد ان برضو من الخطوات؟ لو هي مش موجوده اصلا، يعني لو هي موجوده في الاخر او مش موجوده، بوصل للاخر وما بلاقهاش برضو، يبقى انا في الحاله دي بسميها worst case. طب لو لقيتها في المنتصف بسميها الافريج اكس. دول ثلاث حالات مهمين جدا جدا تعرفهم. طبعا دول يعني دول لهم علاقه بالانبوت اللي انا بدخله. الانبوت اللي انا بدخله دي الانبوت اللي بايه بدخله للكمبيوتر. والله شكله الانبوت ان الايتم اللي بدور عليها في البدايه خلاص. طيب غيرت ترتيب الايتمز، غيرت ترتيب الايتمز، يبقى انا هنا في الحقيقه
بنحسب عدد خطوات الخوارزمية في الحالة الورست كيس عشان أبقى ضامن البيست كيس فيها والأفريج إيه كيس فيها، لأن دي تبقى خداعة ودي أيضا خداعة، إنما دي تديني مقارنة إلى حد ما فير كومباريزون. الفير كومباريزون يعني مقارنة عادلة. يبقى دايما وأبدا بنعد عدد خطوات الخوارزمية في الحالة اللي هي اسمها الورست كيس. أوكي؟ Algorithms complexity analysis. تعال بقى يا سيدي، يعني ايه complexity؟ بتلاقي ناس تخلص علوم حاسب وما تعرفش لفظ complexity يعني. اه بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ويقول لك هي زمن تنفيذ الخوارزمية. إيه كلام ماشي معقول، بس انا عايزك تعرفها يعني ايه زمن تنفيذ الخوارزمية بالتفصيل. في الحقيقة انا بعرف الكومبلكستي خلاف الناس كلها. الناس كلها بتعرف الكومبلكستي على ان هي زمن الخوارزمية، انا بعرفها ان هي عدد خطوات الخوارزمية. بقول له الله 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 الله، طب ليه كده بس؟ ليه المخالفة دي؟ في الحقيقة الكومبلكستي كل خطوة من خطوات الخوارزمية لها زمن تنفيذ معين. كل خطوة، في حد عايز يقول حاجة؟ طيب كل خطوة من خطوات الخوارزمية لها رننج تايم ايه معين، وبناء عليه تضرب عدد خطوات الخوارزمية في زمن تنفيذها يديك الزمن الكلي للايه الخوارزمية. وكل ده asymptotic notations، يعني صيغ تقريبية، ما بيديلكش في الحقيقة الوقت الاكزاكت تايم او الرننج تايم، بس بيديك صيغ تستطيع ان انت تقارن بينهم. بمعنى ان انا عندي الاكزاكت مثلا تايم لخوارزمية 10 والاكزاكت تايم لخوارزمية الثانية 5، تقدر تقارن. ولكن لو ايه، لو جبت يعني زمن تنفيذ تقريبي للخوارزمية اللي زمن تنفيذها 10 الى 7 نقص 3 يعني، ومن الخمسة نقص 3 برضو بقت 2، اقدر اقارن برضو السبعة بالاثنين، السبعة اكبر من الاثنين والعشرة اكبر من الايه من الخمسة، يبقى هي هي. يعني اقدر سواء استخدم النمبر اوف انستراكشنز او الرننج تايم التقريبي تمشي الاثنين. طب ليه بقول النمبر اوف ستيتمنتس؟ لان النمبر اوف ستيتمنتس سهل حساب، انما مش سهل ان انت تحسب الايه الرننج ايه تايم. لازم بكود، لازم احسب الرننج تايم بكود، ما ينفعش احسبه بايديا او بمجرد النظر. لا، انا ممكن عدد خطوات الخوارزمية استطيع ان انا احسبها بمجرد النظر. اكزامبل، قال لك هنا انتجر الاي بتساوي 4، يبقى هنا دي خطوه واحده ستيتمنت 1، عشان كده الزمن بتاعها لو قلنا كومبلكس بنرمز لها بالتي ان، قلنا عليه الرننج تايم او النمبر اوف انستراكشنز، خلي المصطلحين زي بعض. يعني ايه ما فيش خلاف كبير؟ لان ممكن استخدم ده للمقارنه ولو ايضا استخدمه للايه للمقارنه. 10 اكبر من 5 و7 اكبر من 2، سواء كده او كده ممكن استخدم، ما فيش مشكله. هنا في الحقيقه عد الخطوات 1 2 3، ويبقى هنا الرننج تايم بيساوي 3، بعبر عنها بيج او 3، يعني 3 خطوات بس. هنا في الحقيقه خطوه، وهنا فور لوب. الفور لوب هنا بكام؟ بان. هي في الحقيقه مش ان، هي 2 ان زائد 1. طب الواحد دي فين اهو؟ طب ال 2 ان دي فين؟ الخطوتين دول كل خطوه منهم بتتنفس كم مره؟ ان، ان زائد ان ب 2 ان. طب اول حلقه التكراريه دي احنا قلنا ان هي ان، من واحد للان بشوف كم ستيتمنت فيها وبضرب عدد الايه 1 2 2 في ان ب 2 ايه زائد الواحد اللي فوق دي تعطيك 2 ان زائد 1، بعبر عنها شيل الايه الكوفيشنت اللي موجوده دي واخد اكبر باور، واخد اكبر ايه باور، اكبر باور اللي هو كام؟ ان. اوكي، اكبر باور اللي هو ايه اللي هو ان.
ودي هو التعبير عن ايه؟ التعبير عن الكومبلكستي، اللي هي ايه الكومبلكستي؟ النمبر اوف او الرننج تايم. هو طبعا المعنى الصحيح الادق الرننج تايم، بس ما فيش مانع ان انا استخدم النمبر اوف انستراكشنز او ستيتمنتس بدل من ايه؟ بدل من الالجوريثمز كومبلكستي. عندك مثال ده بيساوي ايه برضو؟ هنا بقى بيساوي اتنين لوب، هنا بيحتوي على اتنين لوب حلقتين متداخلتين. اوكي، حركة دي كام يا شباب؟ دي الداخلية كام؟ ادا واحد اتنين باتنين ان، اتنين ان في ان اللي فوق يبقى ان اتنين ان سكوير، وفي خطوة فوق اهي يبقى اتنين ان سكوير بلس واحد. احذف الكوفيشنت واخد اكبر باور تبقى بيج او ان سكوير. اوكي، ببساطة شديد. الاسيمبتوتيك نوتيشنز في الحقيقة البيج او والبيج اوميجا والبيج ثيتا والبيك فيتا، ودول خلينا نتكلم فيهم مره ايه لاحقه عشان برضو إيه ما اطولش إيه عليكم. والمطلوب من حضراتكم دلوقتي في المحاضره دي ان انتم تعملوا ايه؟ ان انتم الاكسرسايز اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ده، ان احنا نكونه باللغه من اللغات ونعمل له التحسين اللي احنا اتكلمنا عنه ونحسب له السي بي يو تايم وترسم لي العلاقه ما بين حجم المصفوفة والسي بي يو تايم بتاعك في كل من الكودين، العلاقة ما بين، يعني مثلا على سبيل المثال واخد هنا المصفوفة أو عدد العناصر اللي أحسب الديستانس بينهم 5 10 15 50 100 1000 2000، مصفوفة بتتكون من 1000 في 1000 عادي، أو 500 في 500، عشان يبقى السي بي يو تايم له دلالة، له دلاله واقدر احسب الفرق ما بينهم باي لغه من اللغات، مفيش مشكله لغايه ما نبدا في الداتا ستراكشر ونبدا بلغه موحده. في حد عنده اي استفسار؟ شباب؟ تمام يا دكتور، ماشي الحال. لو في اي حد عنده استفسار يخبرني، ما عنديش أي مشكلة. ماشي؟ طيب اتفضل يا دكتور. المينيمم ديستانس هنا المقصود بيها إيه بالظبط؟ المينيمم ديستانس إن أنا عندي أري بيتكون مثلا من 4 5 6 10 4 5، العددين اللي جنب بعض 4 5 دول كام؟ المسافة، أو هنفترض إن العنصر الأولاني الفرق القيمة بتاعته الفرق بينها وبين العنصر اللي بعديك قد إيه؟ كذا، واللي بعديه قد إيه؟ كذا، فأنا باخد المينيمم فرق الديفرنس بتوين تو فاليوز، بس بجيب جميع الإيه؟ جميع الفروق، ده في الإيه؟ في المثال اللي قدامي. إنما لما أعمل له تحسين لا، بطلع على الجزء اللي فوق من دياجونال القطر الرئيسي بتاع المصفوفة واجيب بس بحسب له الديفرنس ايه بس، واخد منه برضو الايه المينيمم، يبقى هي دي اسمها الايه المينيمم ديستانس، دي اللي يطلق عليها المينيمم ايه ديستانس. اوكي، واعتقد ان هو يشرح لك السكشن بصوره اعمق من كده. لو في حد عنده استفسار ممكن اللي موجود في المحاضره يسيب اسمه في كومنت على الايه على التعليقات في الايه في المحاضره. اوكي، اتفضل يا شباب. السلام عليكم.